عائلة بن نجيم سيدي بالعباس تعلقت بالزهور والنباتات العطرية، فحولت زاوية صغيرة داخل منزلها إلى ركن أخضر، حديقة تضم قوالب أجمل الزهور والنباتات التي تسر الزائر بألوانها البراقة وعطرها المنعش. في الدومان تاع لي بلونت مصوري، حق ديتها مع الشيباني، ديتها مع بو فخيغ الله يرحمه. داير لي بلونت، ما عنديش تراب، ما عنديش تيران، وراني داير في لي بو على اللاك دير، وراني داير لي بو. راه عندي لا فوجير، عندي لا روكاريا، راه عندي الفيكيس، راه عندي لا فوجير، راه عندي ندير لا بوتور. تاك فوا نخدم لهم واحد يقول لك اه بابا سي بون سي بون، انسيستو قال لك بابا خصك علمنا كيفاش نديرو. هواية الاعتناء بالزهور وزرع النباتات العطرية تحولت لدى العائلة بأكملها إلى حرفة ناجحة استحسنها محب النباتات. كم قاعدة في دو بناجي انا اريتي لامور دي بلونت وهاد الصوالح كاع عليه وعلى جدي الله يرحمه. سورتو اون ايتي اتيري بار لي بو، باسكو انا هادي حاجه تعجبني، جوغ تاع ديسيني و تو كري ان دي شوز هكا انت من راسك تجيبهم وكاع في بليزير. حنا بابا زاد علم داك علمنا وكاع، ماذا بينا نزيدو نطورو ونزيدو الناس يزيدو يشوفوها اكثر والناس كاع تعجبهم اكثر. والحاجه اللي تميزنا حنا في لي بو تاعنا هي سكو كاع حاجه تاع طبيعه، زعما تزيد تزين الطبيعه هناك شغل يعاونوا هكا الناس هكا اللي تخدم تبدع. هذا ما شاء الله زعما كي تشوفها حاجه تاثيري. بمرور الوقت تفننت بنات بن ناجي في صناعه قوالب النباتات بلمسه فنيه تزيد في جماليه المزهريات، حتى اصبحنهن ايضا مختصات في عالم الزينه المنزليه بفضل ارشادات والدهن، واصبحنا لديهن زبائن من نوع خاص.